خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. نحن نقدر كل جهد بذله الطيبون في كل مكان من الإقليم والعالم لإيقاف عجلة النار الدائرة في السودان، لكننا نقول أهل أفريقيا أدرى بشعابها. أشعر الآن ببصيص تفاؤل، فواقعية البيان الختامي لدول جوار السودان هي واقعية دول اكتوت بالنار وتعرف ألمها، دول تسمع في عواصمها أنين المنكوبين في الخرطوم ودارفور، دول لا تنظر إلى المشهد من علن بل تراه من داخله. لذا هي الأقدر على التخطيط لمخرج وقيادة السودان والإقليم إليه. كفانا ألما، شبعنا منه، وكفى السودانيين عذابا شبعوا منه. آن الأوان لنؤسس معا لأنفسنا حياة تليق بالإنسان، الفرد فيها أثمن من طلقة الرصاص وإن كره القناص. يقول الشاعر السوداني الفذ محمد الفيتوري في قصيدته التراب المقدس: وسد الآن رأسك فوق التراب المقدس، واركع طويلا لدى حافة النهر، ثمة من سكنت روحه شجر النيل، أو دخلت في الدجى الأبانوسي، أو خبأت ذاتها في نقوش التضاريس، ثمة من لامست شفتاه القرابين قبلك. وسد الآن رأسك، متعبة هذه الرأس، متعبة مثلما اضطربت نجمة في مداراتها. وسد الآن رأسك. في البدء كان السكون الجليل، وفي الغد كان اشتعالك. وسد الآن رأسك، كان احتجابك، كان غيابك، كان اكتمالك. وسد الآن رأسك. هذا هو النهر، تغزله مرتين وتنقضه مرتين، وهذا العذاب جمالك. يا فيتوري أيها العبقري القاسي، لم نعد نريد هذا العذاب ولا هذا الجمال الأليم.